من اهلي مدينه نصر هنروح لزميلنا شريف شعبان اهلي الشيخ زايد ونعرف منه ايه اخبار الاجواء عنده. اتفضل يا شريف. تحياتي ليك يا كابتن ايمن ولضيوفك ولكل مشاهدي قناه النادي الاهلي، بمسي طبعا على زميلي كريم وزميلي فاروق، ويا رب باذن الله النهارده يكون يوم جميل، يوم التوفيق مصاحب ليه للنادي الاهلي ونفوز على فريق الدحيل، الفريق القوي جدا اللي يمتلك خط هجوم ولا اروع ولا اقوى، ولكن باذن الله عندنا ثقه كبيره جدا في فريق النادي الاهلي وثقه كبيره جدا طبعا في القياده الفنيه مستر بيتسو موسيماني. يمكن نادي الشيخ زايد او فرع النادي الاهلي بالشيخ زايد استعد لهذه المواجهه باربع شاشات عملاقه، يمكن من خلفي شاشة عملاقة وثلاث شاشات أخرى. يمكن هنا الإدارة التنفيذية داخل مقر النادي الأهلي، مدير النادي طبعا اللواء محمود فيشاوي، ومدير الأمن اللواء خالد بدوي، ومدير الخدمات العميد أحمد عزة. الكل على قدم وساق، الكل موفر الراحة لخدمة أعضاء النادي الأهلي، خدمة سبع نجوم في فرع النادي الأهلي بالشيخ زايد. من أول البوابة الخارجية الإجراءات الاحترازية القوية جدا، وإلزام كل عضو داخل فرع النادي بي الشيخ زايد بالكمامة حرصا على سلامة طبعا كل أعضاء النادي الأهلي. يمكن يوم جميل، يمكن نظرا بس لبرودة الجو شوية داخل مقر النادي الأهلي بالشيخ زايد، وكان كان في أمطار خفيفة جدا في الشيخ زايد أقلل شوية من حضور الأعضاء، ولكن مع مرور الوقت يمكن الجو لسه فيه لسعة هواء، ولكن الأمطار الحمد لله ما فيش أمطار إلى الآن. يا رب بإذن الله مع الساعات القليلة القادمة بإذن الله يكون النادي بيشهد كثافة من الأعضاء كبيرة جدا. عموما بإذن الله يمكن كل هنا النادي كله بيتكلم عن المباراه، مين اللي ممكن يلعب المباراه، مين اللي يبدا في البقرايت، بيكهام ولا محمد هاني، مستر بيتسو موسيماني يلعب بثلاث ديفندرات ولا بديفندرين. هنا الكل بيتكلم على تشكيل النادي الاهلي في مباراه الدحيل، يا رب باذن الله ايا كان ايا 11 يلعبوا باذن الله باذن الله يكون اليوم موفق للنادي الاهلي ونفوز افتتاح كاس العالم للانديه كالعاده. الاهلي بيمثل مصر ويشرف مصر في كل المحافل، يا رب باذن الله يكون التوفيق النهارده مصاحب النادي الاهلي ونفوز باذن الله النهارده على فريق الدحيل القوي. عوده ليك من جديد كابتن ايمن، اتفضل. كل التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله، وبنشكر زمايلنا الاعزاء كريم احمد وفاروق صلاح وشريف شعبان.